الخير ومرحبا بكم في لاباج تاعنا شاكيب 2.0. اليوم سمحونا البورتابل تبدل على الكاليتي كي من هكا. اليوم معنا 308 دي 7 ان بوزيزاج دي 115 شوفو. حسب ما معايا صاحب السياره انه كان يمشي بها النفط تسمع في تخطيقه، وللاسف لي بان اللي دارتهم له لي انترفونسيون اللي دارهم، يعني طريقه علاج السياره اللي دارهم طريقه شويه مكلفه، انه كي درت له تقطيقه هذه تقربع. قال لي درت لها دياغنوستيك، عمل لها سكانير، قال لي خرجت لي انجكتور، قال لي بدلت انجكتور، باقي تشحل تشيك ولونتي دي لاباج. عقد ما دار باقي تخرج له لونتي دي كومبيسيون سيلندر 2 مالغري اش دي. هذه تدخل شويه في الخبره ومكاس تاع بيجو، يعني سيلندر 2 راح بدل انجكتور مره اخرى وما لقى نفس الديفو. الكارثه وين؟ انه ولت تشيك سينيالي، وتشيك سينيالي في بيجو ان 6 اش دي معناتها راهي مال بروغرامي. اون بليس اللي زاد غرق الازمه انه حل لاكيلاس وشك بلي راهي لا شامبر اصلا ماشي تحرق، يعني حس باسي مو مكسر حسك على السوباب. ما قال لي السوباب ادميسيون لي شابمون في موتور مازوت عمرها ما دير كي من هكا، عمرها ما تدور موتور 3 وفي حد نجبد شويه على الجنب، حتى في خدمه تاع ميكانيك عمرها ما تطرد. لا علينا من ذلك، عاود حل لاكيلاس، عاود قفلها. باقي الطوموبيل كي تسخن تشعل تشيك امشي طول امشي طول، باقي تشعل تشيك ودورة تروا. ما لقى لها حتى حل. بعث واحد ليا قال لي شوف تروح معايا انا. جيت للاسف انه الانجكتور تاعو الاول كان لاباس عليه، والديفو هذاك الكل اللي كان رجله 8 ملايين هكا، ب 8 ملايين اللي رجلها كان تستكف على الاقل 3000 دينار 300000 ولا 400000 خدمتها. تويوم بوشي تاع مازوت كانت تطقطق منه. اللي ما عندوش اكسبيريونس ديغنوستيك تحتاج لانجكتور، روح يبدل الانجكتور. الانجكتور اللي ركبه خايب مش مليح. هاي درك رجعنا للانجكتور تاعها القديم، دور بالقديم تاعها دوريجين. رجعت الدور عادي، الدور هكات عادي جدا تمشي مليح، ما فيها حتى بروبليم. ديفو كله كان في تي وات تاع المازوت. كان من الكارثه انك دير لي انترفونسيون هذه كلها، زاد لها انترفونسيون واحده اخرى كانت تشيك سينيالي كانت مال بروغرامي لي انجكتور تاعها، يعني في عوض ما يكتب زيرو كتب دي، و يعني مشكل شويه. غاضني لانه ما كانش لازم توصل لي انترفونسيون هذه كلها، مالغري كان ديفو باين ساهل ماهوش صعيب. مي حبيت نبه الناس اللي عندها لابوان 6 اش دي، هذا لا 115 112 92 تختلف برك سيستم دانجيكسيون وفي الجيستيون تاع الكالكولاتور في القوه تاعو، انما يبقوا برانسيب واحد انه لي زانجيكتور باش تقول يفزدوا ولا راحوا ولا هكاك، يعني ما يستحيل مش حيمشي في الطريق ويحبس وحده مهما كان ديفو. اذا حبس ولا اذا دير بان لا بان تاعو راح تكوبي، راح دير مشكل. هذه ما كانش تكوبي طوموبيل، كانت طاقة برك انجيكتور عمره ما يدير كيما هكا. ان شاء الله نورمال راح يباهي دركا، وسيناها طفوا لي لامب وحدهم، بدل الانجكتور تفو وتعاود البروغراماسيون تاعو. حبيت نبه برك على الزملاء اللي معايا انهم اذا جاتهم سياره كيما هكا حاول الحل تاعها وش هو، ما يلزمش ينحي انجكتور حتى كون يخرج له انجكتور. لازم يثبت روحه، لازم يثبت في فالور، يتبع الطوموبيل مليح. يفو با تروح ديريكت تبدل حاجه. قاعده ونصيحه مني انا انكم اي ديفو قبل ما توصل تبدلوا ولا تبدل حاجه، اخر حاجه تخمم ديرها انك تبدل لا بيس هذيك في الطوموبيل. لازم دير قدام الايساي قبل ما تثبت انه هذيك فاسده، باش تروح تبدل ديريكت استبعدها الحاجه هذي. مش ما كاينش حوايج تفسد ديريكتومون، قليل وانت تصل على الحاجه هذي. نورمالمون ان شاء الله تكون معلومه لحقت وافادت الجميع. وهذا ديفو شائع ياسر في الموتوريزاسيون هذي. ان شاء الله تكون افادتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.